الشاهندة لراشد عبد الله النعيمي، أول رواية إماراتية صدرت بداية عقد السبعينات، تحكي رحلة بطلتها شاهندة الصبية التي ارتحلت رفقة والديها أملا في فرصة أفضل، لولا أن سالم رأى فيهم صفقة رابحة فقام ببيعهم في سوق النخاسة عبيدة، لتبدأ رحلة شاهندة من التيه إلى الانكسار ثم الصعود والانتقام. فهي صبية تباع ثم شابة حسناء لم تسلم من ألسنة الناس، ثم ضحية لمحمود ابن النخاس سالم، يبيعها أبوه طفلة واشترت من ابنه حبا مزيفا، لتبدأ رحلة أخرى في حياة شاهندة ويصعد بها القدر لتغدو سيدة مطاعة فتنتقم ممن غدر بها.